اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الفوز. الحمد لله وشكر قدرنا نحقق نقاط المباراه. مبروك لكم، دعمكم، مبروك الجماهير اللي حضرت، الجماهير اللي هاجرت. شكرا للكادر التدريبي، للاتحاد اللي وفر جميع المتطلبات. لكن خلينا نعلم انه الفريق بدنيا غير جاهز. يعني احنا فتره طويله احنا مبتعدين عن المباريات الدوليه وحتى مباراه الدوري. تعرفون الدوري متوقف اليوم، ما نقدر احنا نقيم اي لاعب او نقيم المستوى الفني من خلال انه الفريق ما جاهز بدنيا. علينا انه راعي هذا الامر، لكن المهم انه نحصل نقاط المباراه، وهذا كان الاهم. المباريات الاولى دائما ما تكون صعبه، مثل ما شفتوا المباريات اللي قبل مباراتنا، مباراه كوريا، مباراه هواي مباريات، انه المنتخبات ما قدرت تحقق اللي احنا حققناه. لكن علينا نطوي هذه الصفحه، علينا نفكر مباراه، عندنا مباراه مهمه. الان نحتاج الدعم، الانتقاد نخليه على صفحه. اليوم الدعم منكم، من الجماهير. اي كلمه ممكن تاثر على لاعب، ممكن تنتقدون اللاعبين الكبار، اوكي يتحملون، ممكن عندهم الخبره الدوليه للتحمل، الجماهير للتحمل، الاعلام بعض الاحيان بالانتقاد. لكن انا اتطلب منكم ان الانتقاد الان نتوقف عن الانتقاد، بحيث انه نخلص المباراه. عندنا مباراه قريبه، اعرف انه اكو ولا ماكو، احنا نطلب من الجماهير يعني من الاعلام انه الان فتره الدعم. نعم انا اعرف، الان نحتاج الدعم منكم فقط حتى نحقق اللي احنا نطمح له واللي انتم تطمحون له، هو التاهل لكاس العالم ان شاء الله. امجد كانت رساله لاعب مهم بالمنتخب، لكن الاصابه حاله سلام شويه والله صراحه احنا حزينين، يعني ما نعرف شو نقول، حزينين. لكن الحمد لله وشكر قدر الله ما شاء فعل. يعني ايمن واحد من افضل اللاعبين، نتمنى له الشفاء العاجل. كنا بالنا يمه البارحه، ممكن قاعدين للصبح احنا منتظرين ايمن. نتمنى له الشفاء العاجل، عندنا مباراه مهمه. لكن اللاعبين اللي موجودين ان شاء الله انه يقدرون يعوضون ايمن، واي لاعب يقدر يغيب عن المنتخب راح الاخوان اللاعبين يقدرون يعوضوه.